بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضراتكم الأستاذ ياسر محمد نجيب من مدرسة الشريف الخاصة لغات. في الفيديو ده هنتناول أحد المصادر الرسمية المقترحة، وهو موقع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. مصدر المعلومات ده بنقترحه على حضراتكم علشان توصلوا لطريقة أكثر احترافية في إجراء الأبحاث، ولأننا نتمنى من طلابنا بأننا نشوفهم عندهم كل الأفكار المبدعة وكل الأفكار الجديدة. هنعرض عليهم بأنهم يستفيدوا من بعض المواقع الحكومية أو بعض المصادر الحكومية اللي موجودة عندهم واللي متاحة ليهم. المصدر اللي احنا هنتناوله في الفيديو ده هو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو المسؤول عن أي إحصاءات خاصة بمصر، سواء إحصاءات تمس السكان، تمس الاقتصاد، تمس البيئة، أي إحصاءات هو المطلوب منه معالجتها وجمعها وعرضها. هعرض لحضراتكم جانب بسيط من الجهاز. على سبيل المثال، تقدر بأنك تطلع على مجموعة من الإحصاءات الخاصة بالدولة. طبعا الجانب ده يمسك كطالب بشكل غير مباشر. على سبيل المثال، لو أنت بتعمل البحث بتاعك عن مجال التكنولوجيا هتلاقي فيه إحصاءات تمس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. لو أنت بتعمل البحث بتاعك عن التعداد السكاني هتلاقي فيه حاجات تمس التعداد السكاني، سواء من ناحية الفقر أو من ناحية الطفولة أو من ناحية الدخول ومستوى المعيشة، من ناحية التعدادات. لو أنت بتعمل بحث عن البيئة فأنت في عندك مجال أو إحصاءات خاصة بالبيئة. أيا كان البحث بتاعك هتلاقي فيه فايدة ممكن تجمع عنها معلومات، والمعلومات ديت جاهزة ومعالجة رياضيا، أو متاحة ليك المعلومات ديت عن طريق سنوات سابقة من تقارير مختلفة، وانت تقدر انك تعالجها بنفسك، سواء انت عايز المعلومة جاهزة ومتعالجة او انت عايز المعلومات كأرقام وبعد كده انت اللي تقوم بمعالجتها، مفيش مشكلة. عندك مثلا الساعة السكانية الآن، واللي هي موجودة فوق مبنى كل محافظة او بجوار كل محافظة. عندنا مثلا هنا الساعة السكانية، واللي هي بتعرض عدد سكان مصر وبتتحدث تلقائيا وفقا للمواليد ووفقا للوفيات بتاعت كل يوم. تقدر من خلالها بأنك تستفيد منها بأنك تجمع معلومات عن التعداد السكاني ووصل التعداد السكاني وحجم التعداد السكاني إلى قد إيه دلوقتي. هعرض لحضراتكم تقريرين من التقارير اللي انتم ممكن تستفيدوا منها في الموقع ده. التقرير الأول هو تقرير سنوي لإحصاءات البيئة. التقرير ده بيطلع بشكل سنوي. على سبيل المثال، أنا هدخل على الصفحة اللي أنا عايز أوضح منها بعض الحاجات. عندك بيانات معالجة، عندك بيانات في الصفحة ديت تم رصدها من خلال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والبيانات دي تخص البيئة. على سبيل المثال، ايه نسب الدخان او ايه نسب ثاني اكسيد الكبريت، ايه الجسيمات، ايه الحاجات العوالق اللي موجودة في المناطق، بيجمعها لحضرتك بشكل اجمالي. بعد كده بيقول لك ان كل محافظة فيها نسبة كذا من المعلومات دي. ممكن ان انت تستفيد من الحاجة دي اثناء طرحك ليه ممكن تستفيد من العملية ديت أثناء طرحك للأبحاث بتاعتك. مثلا لو أنت بتتناقش عن الزيادة السكانية وإيه أثرها على البيئة، لو أنت بتتناقش عن البيئة وإيه إشكاليات البيئة، أدي إشكاليات مثلا من الملوثات ديت من الإشكاليات الموجودة عندك. بس حاول بأنك تطرح الموضوع بجانب كويس، بمعنى ما تحاولش بأنك تدخل نفسك في مقارنة الإحصاءات الخاصة بكل محافظة ومقارنتها بالسنوات السابقة. طيب هتعمل ايه؟ ابدأ بأنك خد مثلا النسبة الإجمالية، فشوف النسبة الإجمالية على مستوى الدولة قد ايه وقارنها بالسنة اللي قبلها. فكده يكون عندك نوع من أنواع البيانات الإحصائية اللي تخص البيئة واللي انت تقدر بأنك تستفيد منها. على سبيل المثال، التركيزات بتاعت كل نوع من أنواع الغازات الضارة في الجو هي كانت عاملة قد ايه؟ ده نموذج من النماذج اللي احنا بنقول لكم عليها، بان ادي كل سنه كان موجود فيها النموذج اهو. تقدر انت بانك تعمل عملياتك حساباتك الاحصائيه وتطلب مساعده مدرس الرياضيات او مدرس الماس بتاعك بانك ازاي تقدر
تدرس ايه التغير اللي حصل من كل سنة الى التانية، سواء بزيادة او بنقص. ده نوع من انواع التقارير اللي انت ممكن تستفيد منها من الجهاز المركزي للتعبئة او الاحصاء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر. من انواع التقارير اللي بيعدها الجهاز احصاء لعدد السكان المصريين. على سبيل المثال هنا بيبدأ باننا يذكر لنا المحافظات، فيقول لنا ان كل محافظة فيها جانب حضري مثلا، او جانب حضري وجانب بدوي، فيقول لنا مثلا ان المحافظة دي كلها من الحضر، عدد الذكور فيها يساوي كذا وعدد الاناث فيها يساوي كذا، جملة المحافظة دي بيساوي كذا. خلينا نشوف محافظة تانية. على سبيل المثال هنا في اسكندرية، في اسكندرية بأنه بيقول لي بأنه في الإحصاء بتاع 1/7/2019 هو بيقول لك بأن في عدد من الحضر الذكور فيهم كذا والإناث فيهم كذا، والحضر اللي موجود في محافظة اسكندرية عدده يساوي كذا، بالإضافة إلى أن في مناطق ريفية في الإسكندرية جملة الناس اللي فيها كذا وبيانهم من الذكور والإناث. طيب إجمالي محافظة اسكندرية بيبدأ بأنه يعرضوا عليك الإجمالي، فبيجمع الحضر مع الريف وبيقول لك إن الذكور إجمالي الذكور في محافظة اسكندرية يساوي كذا وإجمالي الإناث في محافظة اسكندرية يساوي كذا. ده نوع من البيانات اللي موجودة. طيب تخيل لو أنت مثلا مطلوب منك بأنك بتعالج البيانات ديت اللي أنت جبتها مثلا في الازدحام السكاني، بأنك بتعرض ايه مدى الزيادة السكانية اللي موجودة عندك في كل محافظة، او ايه مدى الزيادة السكانية اللي موجودة عندك في الدولة. تقدر بانك تستخدم البيانات دي في معالجتها، وتقدر بانك تلاقي بيانات جاهزة بيوفرها لك الجهاز للنشر، بالاضافة لانك هتلاقي خرائط تفاعلية بالشكل ده. الخرائط التفاعلية تقدر بانك تجهز المؤشر بتاعك على اي محافظة، فتبدأ بانك يقول لك المحافظة ديت هي كذا، لاحظ بان العدد بيتغير بتحديث تلقائي. هنحاول بقى نكبر الجزء ده. على سبيل المثال لاحظ بان العدد 600، اخره 657، دلوقتي اصبح 656. طيب ازاي العداد نقص؟ في واحد توفاه الله في الوقت ده مثلا، فتسجل فلان توفى فنقص العداد بواحد. هنتابع العداد شوية، في زيادة على طول من 6 إلى 8 بعدين إلى 9، يبقى في 3 ولدوا في اللحظة ديت، أو تم تقييدهم في اللحظة ديت بأنهم اتولدوا، في واحد كمان اتولد دلوقتي. ده بيوري لك خريطة تفاعلية، ومن أهم المشروعات اللي قادتها الدولة في الفترة الأخيرة بأنك تقدر إنك تعرف إيه التعداد السكاني وبشكل محدث تماما وبكفاءة عالية، سواء بمواليد أو بوفيات بتبقى كل البيانات متحدثة هنا باللحظة. طيب أنا دلوقتي عايز أعرف المحافظات مثلا بتاعت مصر عددها إيه. أنا دلوقتي أقدر بأني أضغط على أي محافظة، أو مجرد ما أحط المؤشر عليها يقول لي بأن المحافظة ديت هي محافظة قليوبية، عدد السكان فيها مثلا 5,893,947 مواطن. المحافظة التانية مثلا محافظة الدقهلية بيقول لي بأن عددها 6,797,120 مواطن. كل البيانات ديت بيوفرها لك الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فتقدر إنك تستفيد منها بأنك تعرف أهم التعدادات والأرقام اللي أنت ممكن بأنك تستخدمها في العمليات الحسابية بتاعتك، لغاية لما توصل للجزء الخاص بمعالجتها وإزاي توظف الكلام ده في بحثك. شكرا لحضراتكم، ونتمنى لكم جميعا كل التوفيق.